بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. هذا نحن نعيش في ثاني أسابيع مهرجان ولي عهد دبي في هذا اليوم، حيث ننتقل من فئة الصغار إلى فئة الكبار، لنبدأ مع سن الثنايا في هذا اليوم 13 من يناير لعام 2024 في انطلاقات سن الثنايا، حيث نبدأ انطلاقات هذا اليوم مع 16 شوطا خاصة بهجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية. من خلال هذه اللحظات لنبدأ مع 10 أشواط خاصة بأشواط الإنتاج والمنتجين، بينما بعد ذلك 6 أشواط خاصة بالأشواط المفتوحة، بينما نأتي مع أشواط المساء في 18 شوط في انطلاقات وتحديات مباشرة من ميدان المرموم تحفة ميادين السباق. فأهلا وسهلا بالجميع، ترحيبنا بكل الحاضرين في قلب الحدث ميدان المرموم، لكل من يتابع وكل من يهتم بهذه السباقات العربية الأصيلة. ترحيبنا كذلك بكل المتابعين من أمام شاشة دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا السباق هنا من ميدان المرموم. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله نبدأ خطوات الكبار ونبدأ خطوات التحدي في هذا الانتصار في برنامج هذا اليوم الذي يحكي من رواية من روايات الانتاج والمنتجين في أول الأشواط العشرة الأولى، بينما يأتي التحدي الأول مع الأبكار المحليات الأصايل برفقة المسافة الماراثونية 8 كيلومترات. فأهلا وسهلا بهذا التحدي الصباحي المثير هنا من خلال هذه اللحظات، النقل الحي والمباشر مع المخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسنج إلى مقدمة الشوط وأجواء الحماسي والتنافس في هذه اللحظات مع طموح، حيث بدت في الانتصار محمد بن مبارك برويس الاكتبي على قائمة اللقاء الأول، بينما بالدبية يقدم النصيبة حمد بن محمد بالدبية العفاري ياتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول من قبل سمحة محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي ايضا يقدم سمحة في هذه المشاركة. اما المركز الرابع فناتي الى تواجد وانطلاق مغادرة، هنا تعود ملكيتها لسالم بن سهيل بالدليله العامري حل على المركز الرابع. اما المركز الخامس فالجانب الاخر يحكي مع نسيم في نسيم الصباح عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني يأتي هنا على خامس المراكز، بينما المركز السادس يأتي شعار بن غالب ليقدم لنا العيبة في هذه اللحظات بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري. أما المركز السابع هذه مشاهدين الكرام وهذا يأتي شعار بن كلثم الخيلي سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي مقدما كذلك نسيم آخر هنا من نسائم هذا الصباح. أما المركز الثامن يأتي شعار بالدليوي هذا اللي وصلت الان، او خالد بن سالم بن ضحي الكعبي يقدم شرايين حاضره في هذا الملتقى الاول. المركز التاسع وصلت الذيبه لكردوس بن الدوده بن سالمين العامري. اما المركز العاشر فياتي شعار بن بيشان مقدما بن صوغان حمد بن محمد بن بيشان العامري او بن بيشان العجمي. هكذا هي النتيجة مشاهدين الاعزاء للعشر الاسماء الاولى المنطلقة التي ستخوض اول تجارب 8 كيلومترات واول افتتاحية مع سن الكبار. عودة الى بن حضيرم وعودة الى سمحة، عودة الى سمحة هي المسيطرة والمتقدمة والقائدة لهذه العمليات حتى هذه اللحظات. محمد بن راشد بن حضيرم
الكتبي ياتي ويحتل مقدمة الشوط. محمد بن راشد بن حضيرم لا يزال على قائمة الشوط مع أول الانطلاقات والمنافسات، بينما المركز الثاني ياتي شعار بالدليلة حاضر مع مغادرة، سالم بن سهيل بالدليلة العامري وصل خذ المركز الثاني. أما المركز الثالث فهناك ياتي دور النصيبة وحمد بن محمد بالدبيه العفاري يتقدم ويخطو مع هذا الاسم، بينما وصلت العيبة حضرت وخذت المركز الرابع بخيت بن سالم أو بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري الآن يحتل هذا الموقع، بينما شرايين واصلة، شرايين حاضرة، خالد بن سالم بن ضحية الكعبي يصل ويحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس من الجانب الآخر لسمحة قادمة أو نسيم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني وصل خذ المركز السابع أو السادس، المركز السابع نسيم. هنا يأتي مشاهدين الكرام سيف بن سهيل بن شلثم الخيالي أيضا مقدم نسيم آخر في هذه اللحظات مع نسايم وطلات الصباح لهذا اليوم. المركز الثامن برويس يتقدم محمد بن مبارك برويس الاكتبي يقدم لنا طموح هنا من خلال هذه اللحظات وطموح مشروع نحو الانتصار ونحو الناموس، بينما بن بيشان يقدم بن صغان. هنا حمد بن محمد بن بيشان العجمي حاضر في المركز التاسع والمركز العاشر، وصلت الآن جمرة عبد الله بن مفرح بن مطر المسافري يقدم جمرة على المركز العاشر. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأكارم المتابعين الأعزاء، بينما نسير ونذهب إلى الصدارة وسمحة لا زالت متسمحة أمورها تقود هذه المجموعة الأولى من أشواط الإنتاج والمنتجين. شكرا سيدي حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، شكرا ولي عهد دبي على هذا المهرجان، على هذه الجمعة الطيبة، على هذه المشاركة، لكل الأخوان المشاركين وأهل الهجن وأهل السباقات في هذه المنافسات. أعود إلى الصراع الأول إلى مقدمة هذا الشوط، ياتي على مقدمة بينما نعود نتابع هذه مشاهدينا الكرام. هذه سمحة مسيطرة، محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي لا زالت في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني بالدليلة عنده دليلة على الانتصارات ما شاء الله، شعار بالدليلة ورفقة قديمة مع هذا الشعار يا ابو سالم الله مغادرة سالم بن سهيل بالدليلة العامري، بينما النصيبة حاضرة حمد بن محمد بالدبية العفاري، بينما العبيه واصله في هذه اللحظات. هذه امامكم العبيه بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري يقدم العبيه اللي حضرت وخذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس نسيم، عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، المركز السادس هناك وصول من شرايين خالد بن سالم بن ضحية الكعبي محتل سادس المراكز، نسيم لسيب بن سهيل بن شلثم الخيالي أيضا كذلك حاضرة في المركز السابع، المركز الثامن وصلت الوثبة حاضرة هنا لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يقدم الوثبة تحتل المركز الثامن، المركز التاسع وصول اسم جديد وهذه اللي وصلت غزلان لعبيد بن سعيد بن منانة يحضر في هذا الملتقى على المركز التاسع، المركز العاشر بن بيشان ولا هنا ياتي دور الذيبة ركردوس بن دودة بن سالمين العامري. هكذا هي النتيجة حتى هذه اللحظات مع أول الانطلاقات أول نسمات الصباح، وسمحة لا زالت على قمة الشوط وقايمته. هذه مشاهدين الأعزاء ضمن أشواط الإنتاج، أول يوم لمنافسات الكبار، أول يوم لتحديات هذا اللقاء من خلال هذه اللحظات. أين القرار؟ سمحة مسيطرة كل السيطرة،
على زمام الأمور محمد بن راشد بن حضيرم. الكتبي لا يزال على القائمة، لا يزال على القائمة، بينما بالدليلة مع في المركز الثاني من خلال هذه اللحظات بوجود هذا الاسم ومغادرة، تبغي تغادر بالسلام للمصانع الجنوبية، حضرت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث العبية، وصلت العبية، حاضر العبية بخيت من غالب بن سلطان المنصوري، والنصيبة من الجانب الآخر لحمد بالدبي العفاري، بينما الوثبة حاضرة، الوثبة حاضرة، سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يحضر في هذه اللحظات مع المركز الخامس والمركز السادس، وصل بن منانة، عبيد بن سعيد بن منانة، بينما نسيم على سابع المراكز، سيف بن سهيل بن شلثم. هذه السباعية، هذه السباعية مشاهدينا الكرام، هنا في هذه اللحظات من نحو الخط المستقيم، نحو الخط المستقيم إلى خط النهاية، إلى خط النهاية، إلى خط البداية، لمن سيكون هنا في هذا اليوم الانتصار بأول الأشواط. سمحة مسيطرة، سمحة مسيطرة، وبوابة العبور إلى الانتصارات، سمحة مسيطرة على انزمام الأمور. محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي لا يزال على قمة وقائمة الشوط في هذا اللقاء. أما المركز الثاني، هناك النصيبة تتواجد، النصيبة تتواجد على المركز الثاني، حمد بالدبية العفاري واصل ماخذ المركز الثاني، عندك يا أبو سعيد، بينما المركز الثالث هذه اللي وصلت مغادرة، سالم بن سهيل بالدليلة العامري، ويتواجد ويقدم كذلك هذا الاسم مع وجود مغادرة، بينما وصلت الوثبة، الوثبة لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يحتل المركز الرابع، المركز الخامس يا بن غالب، هذه لعبية، لعبية بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، عادل عرياني مع نسيم، نسيم نسيم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، وكذلك الذيبة، الذيبة يا بن كردوس، كردوس بن الدودة بن سالمين العامرياتي، ويحضر في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مع هذه الاسماء المنطلقه. 1200 على خط النهايه، وسمحه من بدايه الانطلاق، سمحه من بدايه الانطلاق حتى هذه اللحظات هي مسمحه امورها، ماسكه زمام الامور وزمام الشوط بكل قوه. سمحه محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي لا زال على القمة، لا زال على القمة حتى هذه اللحظات يحاول، لكن شوف النصيبة، النصيبة تزف الأخبار للمصانع الجنوبية، وكردوس بن محمد بن سالمين العامري حاضر، ها هو مشاهدي العزاء، كردوس بن دودة بن سالمين العامري في المقدمة، وصل عبد الرحمن بن سيف بن غدير بصماته واضحة، هنا أبو خليل يحتل المركز الثالث، العبية على المركز الرابع، الوثبة في المركز الخامس، اللحظات الأخيرة يا سلوم، كردوسة بالدودة العامري لا زال في القائمة، لا زال في قائمة الشوط، لكن عبد الرحمن، عبد الرحمن العرياني في المركز الثاني، الوثبة حاضرة في المركز الثالث، سالم بن خليفة بن ضبيب الشمسي تحركت الوثبة، ولكن راحت الذيبة، راحت الذيبة بالانتصار، يا كردوسة، يا كردوسة بالدودة، يا بن سالمين، يا العامري، الوثبة تحاول، الوثبة تحاول، العبية تحاول، ولكن بن كردوس، بن كردوس راح يا كردوس، كردوس بالدودة العامري ينتزع أول الأشواط، أول الانتصارات، أول منافسات هذا اليوم، أول أشواط الإنتاج، يذهب لهالي العين، يذهب لهالي العين، دار الزين مع كردوس بالدودة بن سالمين العامري. هذه اللي أمامكم مشاهدين الأعزاء، الذيبة 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 خطفت الناموس والانتصار. المركز الثاني الوثبة سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، المركز الثالث لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، العبية في المركز الرابع لبخيت بن غالب بن سلطان
المنصوري، والمركز الخامس النصيبة لحمد بن محمد بن دبية العفاري. هكذا كانت النتيجة، مسار الشوط والانتصارات، مسار التحدي والمنافسات مشاهدينا الكرام في كل مكان. يبدأ الصراع ويبدأ التحدي في هذه المنافسة. لنعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني، 12 دقيقة 43 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك الذيبة هنا في هذا الانتصار. الدودة أو كردوس بالدودة من سالمين العامري، 12 دقيقة 44 ثانية و 23 جزء من الثانية هي الوثبة لسالم مخليفة بن ضبيب الشامسي. أما المركز الثالث فكان الحضور من شعار بن غدير، هذه نسيم 12 دقيقة و 45 ثانية و 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار في أول مشاركات المحليات الأصايل.